شكرا. طلبت حق رد في علاقة بتصريحات اللي قالها ضيفي المحامي منير بن صالحة في علاقة بالعينات وهذا على تغيير العينات الحديث اللي جاي. دونك أعوان مركز التحليل البيولوجية منزعجين مما قيل عندي في البلاتو وطلبين حق الرد. وانت ضيفنا لهنا في إطار حق الرد والتوضيح أيضا ماذا بينا نعرفه هالتحليل البيولوجية وهو الجدل منين جاي. علاش نحكيه على المركز؟ على خاطر التحاليل أو العينات اللي خذيت متاع سهيل بن راضي أو نورشيبة. نورشيبة اعترف شنو اللي يخلي العينة متاعه تجي عينة امرأة، مش حتى اللي يحب يبدل العينة علاش العينة ما يجيبهاش عينة راجل مثلا. هذا الكل اللي متهمين به مركز التحليل البيولوجية اليوم. شكرا زينة. شفت مش نبدأ منين انتهيت. شفت التأثير الإعلامي والتأثير متاع المحامي وقت اللي يخرج يتحدث في ملف قضائي وفي حقائق قضائية ويحاول يوجه الرأي العام أو أنه يتصور أنه يوجه في القضاء. يعني وقت اللي السؤال يرسخ في ذهن المستمعين بأنه نورشيبة بدل العينة متاعه وعليش هو معناها أقرب للاستهلاك ومستعرب للاستهلاك. يقول القائل الوش يبدل في العينة متاعه. علش ما نعكسوش السؤال ولو أنه أنا وضعيتي كمحامي ما نحبش نعكر وضعية متهمين روا. أما علش ما نعكسوش السؤال. نقوله لما تيقن نورشيبة من أنه العينة تبدلت أقرب للاستهلاك لأنه فما في الملف فما خفية. كيفاش عرف اللي يتبدل؟ فما هو فما المسكوت عنه في الملف اللي هو المسكوت عنه ما نجموش نحكيو عليه هي قضية حقيقية. باش نفهم ونفهم السادة المستمعين من خلالكم. أيوة ماذا بينا تفضل. أي الـ 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 التصريحات نتاع الأستاذ منير بن صالحة سواء عندكم ولا سواء في الإذاعات منذ فترة تصريحاته كانت فيها اتهامات واضحة وصريحة للمركز التحاليل البيولوجية والطبية في مونفلوري. هو طالب بفهم ما حدث. أي هو فهم كل شيء، هو فهم وفهم الملف، ولكن ما نتصورش أنه منير بن صالحة يعني بين ظفرين غبي لهذه الدرجة يحب يفهم ما حدث. ما هو فما توجيه اتهام يحب يهز الرأي العام وكل أتنقلك معناها الراجل قال راني نستهلك. شوف ما هوش بشي يبدل العين. شوف يا زينة الملف نتاع نورشيبة أيوة. ما كانش بشي يظهر في وسائل الإعلام بتاتا لولا أنه خروج للأستاذ منير بن صالحة للإعلام وصرح من أول وهلة صرح أنه منوبه نتيجة تحليل متاعه بشكون سلبية من أول وهلة. كان نرجع للتسجيلات الكل والتصريحات منير بن صالحة في موزايك من أول مبدأ ملف نورشيبة قال حرفياً أنه منوبه يعني مستهلك وأنه تحليله باش يكون سلبي. أحنا نحن ما قالش هكا تصريح، قال منوبي معترف أي. بالاستهلاك وما عناش حتى انتري باش نبدلوا العين. هو يقول على روحه كيما يحب هو. يبدلوها بعينة راجل. ايه علاش يجيبوا عينة متاع امراه وما يمشي تدفع في الحكايه؟ علاش منير بن يبدل يخدم خدمه صحيحه. صحيح. علاش الاتهام وجه لمركز التحليل؟ مالا وين يصير؟ لا فما حقيقه قلت فما مسكوت عنه. بينوش معك ابعد من هذا. مش معك في ليزيتاب. سهيل بن راضي التحليل كشتي ما تحلش. مش صحيح. هذه كله راهو مغالطات للراي العام وكله تلفيق وكله ادعاءات باطله وكله كلام مجانب للحقيقه القضائيه في الملف. شوف. واضح. العينات كيفاش تاخذ ساعه؟ فما مركز اسمه مركز سافريل للصحه العموميه تاخذ فيه العين. هذا ما قالوش الاستاذ منير بن صالحة. قالوا سافريل. يعني شكون قال ما تبدلش في سافريل العينه؟ علاش هو يؤكد جازمنا أنه العينة تم تغييرها في مركز التحليل البيولوجية؟ شنو دليله في الملف؟ شنو دليله في الأبحاث؟ شنو دليله؟ قد من الدليل إذا كان عنده دليل أنه العينة تم تغييرها؟ علاش ما تغيرتش؟ خاطر العينة يأخذها في 9 أفريل؟ هي العينة تأخذها في نفس المكان وتمشي مركز التحليل البيولوجي وتمشي مركز. شكون قال ما تبدلتش في 2 في طريقها عفوا في طريقها ما بين ال 9 أفريل وما بين المخبر؟ شكون قال ما تبدلتش غاديك العينة؟ اي نجم يكون هذا سهو بشري ربما. ما لا هل تعتقد انه المحامي او المتهم هو اللي باش يبدل العينة نتاعه؟ شوف لا طلب منه هو معترف. انا ديما نربط لك بالاعتراف. المتهم بطبيعته راهو لان نورشيبة ما اعترفش في منظر الوهله الاولى، راهو اعترف قرر اني خذيت الكول ومن بعد وقت اللي تاكد ان العينه تبدلت وقت اعترف. هذا اطلاعك على الملف. اي طبعا نحكيك في حقيقه ثابته في الملف. يعني من الاول نورشيبة ما قالش راني انا، قال ما استهلكتش من اصله. وقت مشى القاضي التحقيق وقتاش نمشيو القاضي تحقيقه بعد ما نمشيو مراحل اخذ العينات من الفرقه يعملوا تسخير يتنقلوا معاه لعوان الامن يهزوا 9 أفريل يحضر اذا كانت عينه نتاع الرجل يحضر الراجل ومعاه عون امن يدخل للمكان المخصص يعطي العينه نتاعو يتاكدوا منها من حرارتها بارده ولا سخونه
باش تكون جديده، ثم وقتها يحطوا عليها الاسم ويسكروها، يفترض انه تشمع، ويغادر بها عون الامن معهم المتهم مرفوقين بالمتهم ويمشي في اتجاه منفوري في المسافه الفاصله هذيك. المحامي ما يكونش حاضر. لا ما يكونش حاضر بسبب المستحيلات، المحامي ما عنده حتى دخل، المحامي يخدم الا في المحكمه. صحيح. ما عنده حتى دخل في ملفات انه يحضر. تغيير العينه وين ينجم يكون؟ ينجم يكون في مركز 9 افريل، ينجم يكون تغير في اثناء في الطريق وقت ما هزين العينه، كما ينجم يكون في المخبر. ديجا انت مقر ضمنيا وانه فرضيه وامكانيه تغيير العينات ديجا صاير ويصير موجوده كفرضيه. شوف صاير ويصير، صار في 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 في, في القضيه هذه. علاش انا احنا حابين ندخله؟ لانه التصريحات عن طريق الايحاء، ويقول الاستاذ منير بن صالح بانه يتذكر المتهمين يقفوا بواكي ويبدو يبكي قدام قدام القضاة ويقولوا راهي العينه نتاعنا، راهو كلام اختير برشا. راهو هو قال 50% باش تكون نتيجتها خاطئه في حال تمت مراقبه طريقه عمل المركز. نقول لك علاش اختير لانه هذايا اولا ساعه يزعزع ثقه المتقاضين وثقه القضاء في مؤسسه عموميه تشرف عليها كفاءات علميه، كفاءات علميه علميه، راهو رئيس القسم الدكتور والخبير الدولي في السميات وفي البيولوجيا، واستاذ جامعي في كليه الصيدله وفي كليه الطب، وعنده من الكفاءه ومن الخبره، وخبير دولي مع منظمه الامم المتحده، يتراس زاد المخبر التحاليل السميه المكسيكي الامريكي، معناها شخصيه عالميه، راهو افنى عمره كل في انه يخدم هذه المؤسسه، وكان ينجم يكون فارماسيان اوفيسينو، ولا كان ينجم يكون يحل ينتصب للحساب الخاص، ولكنه اثر مصلحه الدوله ومصلحه المجموعه الوطنيه على مصالحه الشخصيه. ومنزعج الان من التصريحات اللي قالت. طبعا منزعج، لانك توجه لي الاتهام في ملف مازال القضاء ما قالش فيه كلمته، وتوحي بانه التحليه لتغيير العينات صار في المخبر، وانه المخبر فما مغالطه زاده وردت. كيفاش ماتر منصور؟ يقول الاستاذ منير بن صالحه، والحقيقه ما نحبش نوجه كلامي للاستاذ منير بن صالحه، ولكني تلزيت باش نوجه كلامي للاستاذ منير بن صالحه، يقول راهو فما مساجين في السجن مع نور شيبه يقولوا العينات نتاعهم ضاعت. نتحداه امام المواطنين التوانسه الكل انه فما عينه ضاعت. هذا راهو كلامه كله انتم ركزتم مليح على ما يبدو في الانترفيو، دونك حافظين كلمة. انا حافظ، انا حافظ. طلبتوا حق الرد. نذكرك ماتخ وانه الخطا بشري. اي دونك الناس كلها تغلط، واحيانا فما شكون النفس اماره بالسوء ينجم يبدل العين. انا معك موجوده. شوف. ما فماش هذه التغريه 100%. انا معك، اما انا نحبذ انه ساعه نتريثوا، نخليه القضاء يخدم، نخليه القضاء يقول كلمته. فما ابحاث وفما استقرايات وفما فرق امنيه وفما انابات عدليه خدمت، وفما مكالمات وفما تحاليل وفما 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 اسبع الاتهام. ما نجموش نوجهوه في اذاعه، ما نجموش نقولوا توا انا نجم نجي نحضر معاكم توا نقول البوليسيه هم بدلوا، نجم نحضر معاكم توا ونجي نقول لكم راهو 9 افريل بدلوا. الفرضيات هذه موجوده، الفرضيات موجوده. لو كان تحدث الاستاذ منير بن صالح وقال الفرضيات الثلاثه موجودين ما كنتش نكون موجود بحذاكم انا. اما انه يجزم جزما بانه التغيير صار في المخبر، وفما تحريض من كلامه للاعوان راهو، لانه نهار صارت بلبله كبيره راهو. فما تحريض قال الاعوان يلزم عندهم الحق يضربوا، هم ما ضربوش ساعه الاعوان يخدموا وواصلوا عملهم بكل حرفيه. ما صارش احتجاج بتاتا. الاعوان من نهار الملف نور شيبه أكثر من 4 أو 5 نساء معهم رئيس القسم مشاو للأبحاث في العوينة، وبعدك تنقلوا للسيد قاضي التحقيق في أريانا، وقدموا كل المؤيدات. راهو العملية التحليل عملية تقنية علمية، وراهو المخبر نتاعنا نتاع تونس من أحسن المخابر العالمية، راهو صحيح من أحسن المخابر العالمية، مخبر تشرف عليه معناها كفاءات علمية، دكاترة صيادلة مهندسين في الكيمياء، مهندسين في الفيزياء، دي تكنيسيان، صيادله بيولوجيين، اساتذه جامعيين. استنكروا الكلام اللي تقال في البلاتو. صدقني ندعوكم شمس فهم تتنقلوا للمخبر وتشوفوا المنسوب نتاع الغضب هذا من ناحيه، راهو انت تبدا تخدم على روحك ويجي واحد يوجه لك في منبر اعلامي يوجه لك الاتهام مباشره، راهي فيها مسؤوليه. رانا احنا نبحث في ترجينيه في 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 مش فما جريمه التدليس، وفما جريمه تغيير العين، وفما جريمه تبديل وسائل الاثبات، وفما جرائم راهي نص لحاله نص طويل برشا. راهو ما عنديش الحق انا كمحامي في ملف مازال في طور التحقيق نخرج ونوجه الاتهام.
انت اليوم تنوب كمان اعوان والمركز الكل نتاع التحليل البيولوجي بمون فلوري عندكم الادله والوسائل الاثبات اللي تبرا الاعوان من التهم هذه. شوف السيد قاضي التحقيق خرج وعاين في الشوبلاس شوبلاس نقل وحجز العينات. شنو كيفاش يحجز العينات؟ لانه العمليه كيفاش تصير هي بعد ما قلنا 9 افريل بعد ما قلنا يتم يجيبوا التسخير يقدموها لمكتب تسلم العينات يمضي عليها العون ياخذوها فيها الاسم نتاع المتهم ياخذوها في انبوب صغير نتاع 35 ولا 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 20 مليلتر ياخذوها يحطوها في شومبر فروا تتسكر شومبر فروا هذاك مسكر ما يدخلوا حد في اليوم الموالي خاطرهم ما ياخذوش كل يوم تحليل بيومه في اليوم الموالي يمشيوا لمتاع البارح يدخلوا ياخذوهم يحطوهم في وسط اله الاله ذيك ياخذوا من مكتوب هذاك نتاع العين التحليل ياخذوا ما يقارب 3 او 4 مليلتر وذاك علاش هما صار لهم لبس في انه التحليل نتاع العينه نتاع سويل البراضيه ما تحلتش مش صحيح راه لو كان جيت لومبلاج معناه مسكر لا مش لومبلاج مسكر هذه كل مغالطات راه شوف زين العينه المنسوبه هذيك نتاع العينه هذيك ياخذوا منها 5 مليلتر راهو ابسيلون راهو ما يظهرش جمله ومن بعد نحلوا 5 مليلتر او 3 مليلتر او 4 مليلتر ما تفوتش 5 لانه تجيب يهز 5 ومن بعد نحطوها في الكونجيلاسيون تبقى على تبقى الاختبار تقعد على ذمه العداله 3 شهور هذا من البجديات نتاع نعرفوها المحامين ونعرفوها القضاة انه العينه تقعد على ذمه العداله معناها في 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 غرفه بارده في الكونجيلاسيون معناها في التبريد الى حين تعاودوا تطلبوها للتحليل مره اخرى اذا كان احد الخصوم ولا القضاء طعن في نتيجه الاختبار. شوف منذ سنوات اكثر من 30 سنه او 40 سنه وهذا المخبر يقدم في التحاليل ويقوم بجميع التحاليل سواء الطبيه البيولوجيه سواء تحليل السميات ولا نتحدى اي واحد يقول انه تم التلاعب. هامش الخطا قديش هامش الخطا ينجم يكون في الماكينه ينجم يكون في في في, في, في الاله ينجم يكون جا قدمنا من الوثائق العلميه بانه هامش الخطا ينجم يكون موجود وراي حتى العينه وقت تخرج سلبيه فما حقيقه لازم يعرفوها العباد الكل وقت تخرج العينه سلبيه التكنيسيان اللي يخدم في الماكينه والمشرفين عليه ما عادش ينجم ما يعاودوش وقتاش يعاودوا وقت تخرج ايجابيه لانه الاصل هو انه ما نتهموش الناس الاصل نمشيو مع برات العباد سلبيه تحليل مره ايجابيه تتعاود مره ايجابيه تتعاود وهذاك اللي صار في عينه نوشيبه رئيس القسم كان في سفر كان خارج التراب الوطني لما رجع وسمع الشوشره الاعلاميه وسمع الاعلام انه يتداول في انه نوشيبه تم القبض عليه في قضيه نتاع مخدرات وقضيه كبيره وكوكايين ومدري شنو اللي هو الحقيقه راه تم تضخيمها بطريقه عجيبه هما 7 ولا 600 جرامات نتاع السيد شدوه ولا 2 كيلو ومدري شنو وتصاور اخرى جاء يوم الاثنين نهار 27 اول ما عمل عاود التحليل مرتين اش لقاه سلبي انا جبت لي عينه وتحليل مراه ولا ما نعرفوش بعد في تنقلك شنو صار انا جبت لي عينه قلت لي هذه نتاع نوشيبه انا ما حضرتش معاك في اخذ العينه تم تحليلها مرتين عاود حللها مرتين طلعت سلبي دونك التحليل نتاع نوشيبه 3 مرات لا ما نعرفوش انا انا كمخبر ما نعرفش انا مخبر جبت لي عينه قلت لي هذه حللها حللتها خرجت سلبيه نعديها سلبيه ونحط في التقرير نتاعي اللي هي سلبيه ما يفيقش وقتها فما عينه نتاع مراه ولا راجل من 7 مستحيلات هي كيفاش تفتنوا هما وقت اللي صارت فما شوشره اعلاميه وشوشره على مستوى الفيسبوك قالوا هذه العداله للفقراء وعداله للمشهورين وزيره العدل وقتها وزيره العدل تدخلت وتنقلت سيد قاضي التحقيق مع رفقه النيابه العموميه المحترمه في اريانا وهنا جينا شو اسمه لاعاده التحليل في اعاده العينات اللي تبقى في الكونجيلاسيون حجزوهم وخذوهم واعطوهم لجهه اخرى اللي عقمت بالتحاليل باهي مش مونفلوري جهه ثانيه الجهه الثانيه عملت تحليل لاديان تقطيع الحامض النووي لاديان وقت اللي عملوا لاديان في خصوص سهيل وفي خصوص نورشيبه في خصوص سهيل بالراضيه ما امكنش انه تعطينا الجينات علاش علميا ما نجموش لانه حسب ما فهمت من المختصين العينه كتكون نتاع راجل صعيب برشا اثباتها تقطيع الجيني نتاعها ما ينجمش يخليها باركونتر بالنسبه للعينه العين البوليه للمراه ينجم يفيقوا بها وذاك علاش خرجت بالتقطيع الجيني نتاع العينه نتاع نورشيبه خرجت ترجع للمراه شكون هي المراه سيد قاضي التحقيق اذن بسماع واستنطاق جميع النساء النسوه اللي العاملين في الاطار من 9 افريل حتى للمركز
وعملوا لهم اديان هذه هي الحقيقه ما حبش يقول هي كي تعمل لهم ذولهم الاديان كلهم خاطين ماهمش هما اللي عملوه معناها حتى واحده ما بدلت حتى واحده ما بدلت اي ما تنجمش تكون عين المتهمه امراه وفي لا. في الاسم من سبع المستحيلات علاش على خاطر العينه كيف تجيني انا في مركز في المركز جيني فيها جيني كاشتي وجيني فيها اسم وجيني فيها تسخيرها ما نجمش نبدل هذا في هذا على هذا قلت لك لو الخطا بشري يقع باش تحط الاسم نتاع فلان وفلانه تتعكس لا مش انا نحط لانه العمليه راهي تصير من قبل هما اللي يحطوا الاسم في 9 افريل يحطوا الاسم كان كانك تقول هات كيف كيف كيما حلينا الكتاب على مون فلوريخ نرجع ل 9 افريل صحيح صحيح انا راه ندعوكم من المنبر هذا تجيو راهو 9 مون فلوري وتجيو تدخلوا وتشوفوا العمليه التقنيه العلميه كيفاش تصير مراحلها كيفاش تصير كيفاش لغز اليوم هالعينات لغز شكون المراه كيفاش تبدلت شوف. ثابتوا انكم كما وضحتونا وشكرا دايوغ على تفاعلكم وعلى انك اتصلت بينا ماتخ باش تكون حاضر معنا باش توضح للراي العام ولكن التو مازال ما تحلش اللغز نتاع العينه المراه منين جات يتحلي طالما فما ملف في التحقيق السيد قاضي تحقيق الاول محترم باريانا تخلى على الملف لقاضي لمحكمه تونس الابتدائيه لعدم الاختصاص الترابي تعهد بها السيد قاضي تحقيق في 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 تونس واحد نعم وباش يواصل الابحاث وتوا عن قريب يخرج قرار ختم البحث وتوجه فيه التهم اذا كان ثبت بيان سور اذا كان فما اذا كان ثبتت الـ 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 التزوير وين صار تو يوجه الاتهامات وعندنا دائره اتهام وعندنا دائره جنائيه ولا 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 دائره جناحيه اذا كان جنحه ومن بعد هذاك علاش المسار القضائي مسار طويل وبطيء جدا صح على خاطر ما اجراءات انا اللي نحب نقوله من المنبر هذايا انه ونحب هذه الدعوه نوجهها لكامل العاملين وكامل الاطارات نتاع المركز مونفلوري نقول لهم اخدموا على رواحكم القضاء قاعد يبحث اذا كان انتم متهمين تو القضاء ينصفكم اذا كان اتهموكم في المنابر الاعلاميه ما تسمعوش لانه القضاء لا يتاثر بالكلام صحيح 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 لا 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 مش لوم الاعلام لا مش لوم الاعلام مش لوم الاعلام راهو بقدر ما معناها العباره نستعملوها ديما نرددوها نقولوا لهم راهو القضاء سينصفكم وانتم راكم عندكم من النزاهه ومن الكفاءه ما يخليكم فخورين برواحكم قدام ابائكم وقدام قدام امهاتكم وقدام ابنائكم وشكرا شكرا لك شكرا محامي اعوان مركز التحاليل البيولوجي بمون فلوري ميرسي بوكو على حسن